بكم في مجلتكم الفنية عدد تلتقون به على قناة المشاهد تي في لنسبح معا في عالم الفن وأخبار الفنانين. ابقوا معنا. بإجرائها لعدد كبير من عمليات تجميل للمحافظة على جمالها، الإعلامية الكويتية اعترفت بإجرائها عمليات تجميل بقولها: بخصوص الذين يقولون أن جسمي كله عمليات تجميل، أنا صرحت وقلت أنني أجريت عمليات بجسمي، وهذا ليس عيبا أن أحافظ على جمالي وأزيد جمالي جمالا. تابعها على إنستغرام. وفوق هذه العمليات أنا أقوم بالرياضة وأخذ مكملات غذائية وأعتني ببشرتي وجمالي. أنا متصالحة مع نفسي وصادقة وعادي جدا عندي أن أعترف. وكانت حليمة بولاند قد أجريت في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي عملية تجميل في عيادة الطبيب تجميل ميشيل ميتران، حيث خضعت لعملية حقن وجهها بالبوتوكس. وبهذا الخبر الفني أعزائي المشاهدين أنهي عدد اليوم من مجلتكم الفنية. نلتقي في عدد المقبل بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.